هذه واحدة من الوقفات التي تنظم في مدن الضفة الغربية، 9 وقفات متزامنة في عدد من المدن الفلسطينية نصرة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. هنا تجمع عشرات الفلسطينيين ضمن الوقفة الإسنادية في مراكز المدن التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية وكذلك مؤسسات الأسرى، لأيضا نصرة للأسرى وكذلك نصرة أيضا لقطاع غزة الذي يواجه الإبادة. بكل الأحوال هذا اليوم شهدنا عدد كبير من حملات الاعتقال والملاحقة، طالت 55 فلسطيني على وجه التحديد، حصيلة من تم اعتقاله فعليا حتى الآن منذ 7 أكتوبر المنصرم إلى 4785، وهي الحصيلة التي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية وممن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن. معنا هنا الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور، الأوضاع صعبة للغاية ومعقدة إن كان في قطاع غزة وإن كان في الضفة الغربية، كيف تصفون ما يجري؟ الوضع خطير جدا، يعني هناك أولا أكثر من 27,000 شهيد إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض، ومنهم أكثر من 11,500 طفل، وحوالي 60,000 جريح، والوضع في غاية الخطورة لأن هناك انتشار للأوبئة، وإسرائيل تقوم بخطف الناس المدنيين ومنهم أطفال وتعذبهم تعذيبا شديدا في معسكرات الاعتقال التي أنشأتها قرب بئر السبع. نحن سمعنا شهادات مرعبة، تعذيب بالكهرباء، تعذيب بالخنق بالماء، ضرب وتنكيل، إطفاء السجائر في أجساد الناس. الذي يجري خطير واستباحة كاملة وثلاث جرائم حرب متوازية. دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، جزيل الشكر لك. إذا نتحدث عن أهل الأسرى الذين جاءوا إلى هنا، نتحدث عن واقع مرير في الأراضي الفلسطينية جراء الاقتحامات المستمرة، جراء عمليات تدمير البنية التحتية، وجراء أيضا الخطة الإسرائيلية لإخضاع الضفة الغربية، لربما تمهيدا أيضا لتنفيذ أكبر سيطرة وأكبر عمليات استيطان في منطقة الضفة الغربية وفي منطقة شرقي القدس على وجه التحديد، حيث تشهد المناطق الفلسطينية عمليات واسعة من التنكيل، عمليات أيضا يعني تنكيل واسعة تتم عند الحواجز بصورة عامة. هناك من يقوم من الجيش الإسرائيلي بسؤال الفلسطيني أين أنت الآن وهو يمر عبر أحد الحواجز في الضفة الغربية، إذا ما أجابه أنه في فلسطين فأنه يتم التنكيل به. يجب على الفلسطيني أن يقول من وجهة نظر هؤلاء الجنود أنه يعيش في إسرائيل وأنه هذه الأرض هي أرض إسرائيل، ما دون ذلك يتم التنكيل به بصورة كبيرة.